السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله. وبغيت نشكركم على دوك التعاليق ديالكم الزوينين. بحالكم، الله يحفظكم والله ينصركم والله يخليكم ليا. اليوم ان شاء الله غادي نديروا حريشات كيصدقوا 100%. وكتشوفوا تبارك الله، هانتوما يا طيبين ناضين ما نقولش لكم، وواحد اللذه فيهم يا سلام زوينه. دوزو غندوزو ان شاء الله المقادير. بسم الله على بركه الله. هذه ديال الحرشه كما قلنا ما فيها حتى شي حاجه. عندنا زلافه ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه، عندنا كاس الحليب، كاس الزيت، كاس السنيده، جوج خمارات، لابانيه وحده، وبيضه. بسم الله على بركه الله. نديرو كاس الحليب، كاس الزيت، كاس السنيده، ونديرو بيضة. حركوا مزيان، بيدينا نحركوا مزيان بحال هكايا. نزيدو تاني خميرة بعد ما خلطنا شوية الخميرة، ديرو لابانية، الخميرة الأخرى تنخلطو السميدة ونديروها، نخلطو هادشي مزيان. كتصدق زوينه، جربوها راه كتجي زوينه. بغا يدير بها البوتي راه كتجي زوينه. عجب ديها من الفران وتعمرك في الساعتاي. نديرو دابا السميده، زيت الزلافه، نزيدو الخماره الاخرى، درنا ديك الزلافه ها هي درناها خويناها، غنزيد واحد شويه تخلط، راه عينكم ميزانكم. صافي ساهله، ونخليوها بحال هكا ترتاح واحد الشويه. هاهي جمعناها، الشكل كتبقى بحال هكا، كتبقى منخوفه شويه. نخليوها ترتاح تشرب داك الخليط ديالها. صافي، بعد ما ارتاحت شويه نشدو على هاد العبر هذا بحال هكا، نمرمدوها هنايا ونلوحوها هكايا. عقبو تاني نشدو بحال هكا، هكايا لوحه ثاني هنا ثاني بحال هكا. بقاو بحال هكا تنكملوها، هانتو مربدو هنايا نكملو بهاد الطريقه بحال هكا، نفندو في السميده. عقبو نهزو وحيدة أخرى، نديرها شوية
بعيد على اختها حيت كتشتت شويه ولا بحال هكا. اللحى ما نخافوش منه. نجيبو الاخرى حتى هيايا بحال كنلقمو في الكسكسو ساهله. هي كتلوحيها كتشتت. بحال هكايا ونردوه صافي. نجيبو لاطا شو كملنا نخشيو الفران. درنا الفران يسخن واحد شي شويه درناها 200 صافي وكنشعلو الفوق صافي ونخليوها طيب. نشوفو الحريشة ديالنا هاهما كيما شفتو تبارك الله طابونا ديما منقولش ليكم بلاطة الأخرى تبارك الله ما شاء الله وساهلين ما كيخسروش شي ما حتى شي حاجة كيجيو زوينين. ندوز دابا نعمرو واحد البريري ديال أتاي نعمروه نديرو جوج معالق ديال أتاي ندير واحد نصيص كيبغي خفيف ولا كيبغي حار نشلوه هاي نشلوه مزيان دور بحال هكا مزيان. الشليله الاولى كنحتفظوا بها نشلو الشليله الثانيه. الشليله الثانيه هي اللي غنلوحو نديرو نعيني عاد ونديرو السكر نخليو نشحرو واحد شويه على ما كدينا ديك الحلوه ديالنا ستفناها. نزيدو هذيك التشليله الاولى ها هيايا بريري ديال اتاي هو ناضي ما نقولش لكم اتاي تبارك الله كيف وين الرزه اتاي بالرزه والحرشه ديالنا تاي راه شفتوها واعره ناضيه طابت زوينه. اللي بغى يدير شي كسكروط ولا شي فطور انتوما كما كتشوفوا الحريشه ديالنا طابونا دين ما نقولش لكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني وتشاركوا معنا واللي ما مشاركش يدخل يشارك وبارطاجيوها على الاهل والاحباب باش تعم الفائده على جميع الاهل والاصحاب. الله بالسلام عليكم والله يعاونكم.